الاعتداء على الكوادر الصحية وكذلك ما تحتويه المستشفيات من مقتنيات تكرر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، فما أن يسمع البعض من مرافقي المريض خبرا سيئا حتى ينهالوا بضرب الطبيب أو الممرض أو تحطيم الأجهزة الطبية القريبة. أنا كيعني موظف في الصحة أشعر بالقنوط أو اليأس يعني من هاي الحالة، فلذلك أنه صار عندنا فد حالة يعني خلينا نقول عدم الرغبة بالعمل الجاد، لأنه المواطن والمؤسسة اللي ترعاك ما جاي تحميك، ولذلك أنت يعني ممكن أن يوجه لك سلاح، ممكن أنه تعرض للأذى، فلازم المؤسسة تحميك ولازم المواطن يفهم أنه أنت جاي من أجل خدمته وما يعتدي عليك، وإذا أراد يشوف هناك تقصير فيتجه للسلوك القانوني من أجل أخذ حقه. فإحنا نريد يعني بأنه تشدد الإجراءات وحماية للكوادر الطبية، لأن حتى ما إنه بقى واهز حتى أنا أدي واجبنا، لأنه يا من هب ودب بعمار يعني تجاوز 17 سنة ده يجي اعتدى على دكتور أو على موظف بالكادر الصحي، إحنا شنو ذنبنا؟ نطالب الحكومة وزارة الصحة، يا وزارة الصحة رحمة الوالديكم، إحنا خط الصد الأول حمونا رحمة الوالديكم. المسؤولون في دائرة صحة صلاح الدين ونتيجة لتسجيل أكثر من حالة اعتداء عملوا على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بحق المعتدين، داعين شيوخ عشائر المحافظة اتخاذ ما يلزم من ناحيتهم تجاه هذا الموضوع. قمنا دعاوي ضد المعتدين ونطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تم إيداعهم السجن واتخاذ القرارات القضائية تجاههم، ونتأمل إن شاء الله من المواطنين ومن العشائر التدخل لمنع هذه الحالات الاعتداء اللي دا تحدث بين فترة وأخرى. نستنكر الأعمال التي تطول الكوادر الطبية، الأعمال الأثيمة، نحن جميعا واقفون وقفة جدية مع الكوادر الطبية، ونأمل أن تقف الحكومة المحلية وحكومة محافظة صلاح الدين وقفة جدية بهذا الموضوع. في ظل غياب الرادع وانحدار ثقافة البعض، فإن تكرار حالات الاعتداء والتجاوز على الكوادر الصحية بات أمراً مستهجناً هنا في محافظة الأعراف الاجتماعية والعشائرية الرصينة صلاح الدين. منها لقناة التغيير الفضائية فراس الحسني.